يجوز أن يتقدم العميل للبنك بطلب تمويل عقاري بالإجارة ويختار عقارا قد اشتراه من مالكه ودفع له دفعة مقدمة أو سدد له جزءا من ثمنه ولم يتمكن من إتمام باقي الثمن ليشتري البنك العقار نقدا ثم يؤجره للعميل إجارة تمويلية بشروط وتنظر لذلك المسألة الثامنة والثلاثون ويمكن إجراء فسخ للعقود ثم يشتري البنك العقار وتنظر لذلك المساله الثامنه والعشرون